وللمزيد حول استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل تنضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية فيحاء شلش. أهلا بك معنا سيدة فيحاء. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيدة فيحاء. بداية، يعني بعد مسيرة الأعلام والانتهاكات التي صاحبتها بحق الفلسطينيين والمقدسات، اليوم جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. برأيك ما هي الرسالة التي يريدها الصهاينة من تكرار اقتحام الأقصى؟ نعم، بالفعل يعني المستوطنون كل يوم يقومون باقتحام المسجد الأقصى المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت. هذه الاقتحامات يعني بعد العدوان الأخير على قطاع غزة بدأت تأخذ طابعا آخر، وهو الاقتحامات في ظل حراسة مشددة أكثر من ذي قبل من قبل يعني عناصر شرطة الاحتلال. طبعا تقوم يعني منذ عدة أيام أو منذ انتهاء العدوان تقريبا، والمستوطنون يعني يقتحمون بحذر باحات المسجد الأقصى المبارك، ويعني يقتصرون هذه الجولات على يعني دقائق معدودة فقط. ولكن اليوم وأمس لاحظنا بأن المستوطنين بدأوا يتمادون في هذه الاقتحامات، وبدأوا يؤدون صلوات توراتية وتلمودية مزيفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وأمام مصلياتها. اليوم إحدى المستوطنات قامت ب يعني اتخاذ جدار داخل المسجد الأقصى المبارك والبكاء عليه وكأنه شيء يعني مقدس بالنسبة لها، كما فعلوا بحائط البراق الذي حولوه لما يسمى بحائط المبكى. يعني كل هذه الاعتداءات يعني الاستفزازات من قبل المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك لها رسالة واحدة، وهو أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة ما زالت تضع نصب عينيها الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، وما زالت تضع نصب عينيها أيضا يعني توصيل رسائل للجانب الفلسطيني تحديدا للمقاومة الفلسطينية بأن يعني كل ما حدث خلال الفترة الأخيرة بأنه لم يؤثر يعني على اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، رغم أنه أثر فعليا وأنه يعني قلل من يعني المقتحمين بشكل يومي، وأنه أيضا يعني جعل المستوطنين يفكرون أكثر من مرة إذا ما أرادوا اقتحام المسجد الأقصى، لأن أيضا الهبة المقدسية وضعت لهم حدودا أيضا في هذا المجال. نعم سيدة فيحاء، يعني بالتزامن مع تلك الاقتحامات لقوات الأمن الصهيونية، لوحظ أن هذه القوات تكثف عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الداخل وفي القطاع. السؤال هنا، ما هي المخاوف التي تنتاب الحكومة الجديدة وتجعلها تتخبط كما يرى المراقبون؟ نعم بالفعل، يعني الهجمة على أهالي أهلنا في الداخل المحتل يعني ليست جديدة منذ انتهاء الأحداث الماضية والهبة الجماهيرية في الداخل المحتل، وأهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، اعتقالات بالجملة في كل يوم تقريبا 100 معتقل يسجل. أيضا القيادات الفلسطينية في الداخل الآن هي يعني قيد السجون والزنازين، نذكر منهم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، كذلك الأمر الناشط الفلسطيني محمد كنعنة أبو أسعد وهو أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل المحتل، إضافة إلى استدعاء وأيضا اليوم يعني اعتقال الشيخ يوسف الباز واستدعاء عدد كبير أيضا من قيادات الحركة الإسلامية أو من القيادات الفاعلة في الداخل. كل هذا طبعا الاحتلال وحكومته الجديدة يحاول أن يوصل رسالة للفلسطينيين في الداخل المحتل بأنه لا يعني لا يستطيعون رفع رؤوسهم إن صح التعبير، وأنه أي يعني هبة جماهيرية ستقابل بمزيد من القمع. طبعا هذا الأمر يعني يرفضه الفلسطينيون ويؤكدون بأنهم منذ 70 عاما وحتى الآن ما زالوا يعني مصرين على إبراز هويتهم الفلسطينية وعدم يعني تماهيها مع أي محاولات للتعايش أو الأسرى يحاول سيدة الاحتلال. سيدة فيحاء، إذا كانت تخوفات الاحتلال مستمرة من المقاومة، فكيف ترين تعاطي السلطة مع الأحداث منذ اندلاع حرب سيف القدس وحتى الآن؟ نعم، يعني السلطة موقفها لم يتغير حتى هذه اللحظة، حتى في خلال يعني العدوان على قطاع غزة لم تكن هناك يعني أي تحركات جدية فاعلة يعني على الأرض، ولكن يعني وحتى هذه اللحظة موقف السلطة هو يعني وكأنه ثابت، وكأنها تريد أن يبقى موقفها ثابتا. اليوم كانت هناك بعض الأنباء تحدثت عن احتمالية تشكيل فريق فلسطيني من أجل يعني العودة إلى خط المفاوضات مع الاحتلال، وهذا يعني إن صح هذا الخبر أو إن صحت هذه المعلومات فهو أمر خطير للغاية، بعد أن تمكنت المقاومة من فرض معادلة الردع لدى الاحتلال أن يعني تعود السلطة إلى خط الصفر أو نقطة الصفر في المفاوضات مع الاحتلال، والتي لم تأتي بأي شيء منذ أكثر من 20 عاما. هذا الأمر خطير للغاية وينظر إليه الفلسطينيون أيضا بعيد العين الخطورة، وكما قلنا يعني على الأرض الواقع
لم يعني لا يوجد جديد يعني في تحركات السلطة، حتى أن هناك مطالبات من قبل الفلسطينيين بأن تتحرك السلطة دوليا على الأقل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية فيحاء شلش، شكرا جزيلا لك.